شايفين المكون بتاعني ما شاء الله عليه، شايفين الكرشة بتقطع ازاي لوحديها اهو من غير سكينة ولا حاجة، شايفين حاجة كده ما شاء الله عليها. هتحب تنظيف الكرشي من المكون ده بالطريقة داي، هتحب كده التنظيف افتحها، شايفين شايفين الكرشة اهو، شايفين اهو اهو بايدك من غير سكينة من غير كحت من غير اي حاجة اهو. يلا كده بينا ندخل على الفيديو بتاعني ونشوف هننظف الكرشة بتاعتنا دي ازاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل سنة وحضراتكم طيبين وتنعاد عليكم الأيام بخير. بما انه احنا داخلين كده على عيد الأضحى المبارك، فحبيت النهاردة اوريكم الكرشي وتنظيف الكرشة بمكون خطير كده هيخليك تنظفيها وتبقى معاكي زي الفل. زي ما حضراتكم شايفين الكرشة بتاعتها هاي، شايفين اللي هي الكرشة الصعبة تنظيفها اهو، زي ما حضراتكم شايفين هننظف الكرشة بتاعتنا النهاردي بمكون ان شاء الله باذن الله. جربوه هتبقى معاكم فل من غير سكينة من غير نتف من غير اي حاجة، هتعملي لها كده هتطلع معاك زي ما حضراتكم شايفين الكرشة اها، طبعا ناشفة اهو زي ما حضراتكم شايفين. يلا كده بينا نشوف هنعمل ايه. اول حاجة انا جبت الكرشة بتاعتي اهي، هغسلها كويس بالمية طبعا الاول قبل ما انا اعمل فيها اي حاجة اهو، اغسلها كده كويس من فوق بالشكل دي اهو، طبعا بيبقى فيها فضلات لازم تتغسل كويس زي ما حضراتكم شايفين اهي من الداخل اهو، لازم كده تتغسل كويس قبل ما انت تنظفي فيها او تعمل اي حاجه، لازم كده تغسليها فم كويس بالميه طبعا. اللي هو الحاجات اللي داخل الكرشة دي من تحت اهو شايفين دي، ده مش هيطلع خالص، ده هسيبه بعد تنظيف الكرشة لما اني انا ايه اطلعه دي، شايفين كده انا غسلت الكرشة بتاعتي كويس اهو اهو. هاجي دلوقتي يا ستي الكل، احنا كده غسلنا الكرشة بتاعتنا هي زي ما حضراتكم شايفين. هاجي دلوقتي هنعمل ايه في الكرشة. هجيب مية زي ما حضراتكم شايفين، مية اهي يعني حاملة ايدي فيه، حاملة ايدي في المية، لازم المية ايه المية يعني تكون حاملها كده في ايدك، او زي ما حضراتكم شايفين المية ما تسخنش تكوني حاملها في ايدك واطفي البوتاجاز. داي الطريقه اللي هتخلي معاك الكرشي فل، ما تخليش الميه تسخن جوه، الميه دوبها كده تبقى منمله زي ما حضراتكم شايفين. والمكون بتاعني اللي هو فيتامين سي زي ما حضراتكم شايفين ديتاي اهو، اسمه فيتاسيد جيم اهو زي ما حضراتكم شايفين. دي هاخد منه جرس واحد بس وهضيفه في الميه دي، انا كده طفيت البوتاجاز بتاعي اهو زي ما حضراتكم شايفين، جرس واحد بس هنزل كده بيه في المية، شايفين ده المكون دي هيخلي معاك الكرشة فل ان شاء الله بإذن الله من غير سكينة من غير كحت من غير اي حاجة. الطريقة دي جربوها وهتخلي الكرشة معاكم زي الفل. هدوب انا كده طفيت المية، اتفقنا ان انا طفيت النار خالص على الكرشة اها، طفيت النار كده خالص على الكرشة. هجيب الكرشة بتاعتي بعد ما احنا طبعا غسلناها والجرس داب في المية، وهنزل بيها في المية زي ما حضراتكم شايفين بالشكل حضراتكم شايفينه دي اهو، شايفين اهو شايفين شايفين اهو، هطلعها كده من المية خلاص، بس شايفين الشبكة دي الشبكية دي كمان اهي
اها اطلع كده الكرشة بتاعتي، ويلا كده ننضفها ونشوف هننضفها ازاي. اها كل حاجة قدامكم اهو، ونشوف الكرشة بتاعتني تنضيفها ازاي. هجيب كده اهو، شايفين اهو اهو، شايفين اهو من غير سكينة اصلا، انت هتعملي لها كده اهو، شايفين ازاي اهو. شايفين المكون بتاعني ما شاء الله عليها، شايفين كرشة بتقطع ازاي لوحديها اهو من غير سكينة ولا حاجة، شايفين حاجة كده ما شاء الله عليها. هتحب تنظيف الكرشة من المكون ده بالطريقة دي، هتحب كده التنظيف افتحها، شايفين شايفين الكرشة اهو، شايفين اهو اهو بايدك من غير سكينة من غير كحت من غير اي حاجة اهو. يلا كده بينا ندخل على الفيديو بتاعني ونشوف هننضف الكرشة بتاعتنا دي ازاي. اهو زي ما حضراتكم شايفين بايدي، لو احتاجت مني طبعا اسقطها في المية تاني هسقطها تاني، المية لسه سخنة اهو، شايفين هتجيبي سكينة هتنضفي بالسكينة بايدك كده، هتنضفي بايدك. انا بس حبيتكم اوريكم الطريقة بجد، يعني تنظيف الكرشة بالطريقة دي حاجة كده خيال، شايفين حاجة حلوة خالص اهو، شايفين طبعا لو حابة هتسقطيها تاني اللي فيها حاجات لسه مثلا ناشفة هتسقطيها تاني. انا بس هطلع كل الحاجة اللي هي دابت كده مو وقت ما سقطتها في المية اهو، شايفين اهو اهو هفضل طبعا انضف فيها بالشكل دي زي ما حضراتكم شايفين، شايفين الحتة الناشفة ده اهو بايدي اهو. لو في حاجة برضه معاكي شايفين، طبعا دي بتبقى صعبة في التنظيف اهو بالايد، بتطلع بالايد اهو يعني كل اللي بخافوا من الكرشة ومن تنظيفها جرب الطريقة دي وهتبقى معاكي فل ان شاء الله بإذن الله. شايفين شايفين الشبكية ده اهي اهو بايدك اهو اهو، يعني لو بسكينة كده او بصابع ايدك بالشكل دي هتنضف معاكي وهتبقى فل. هكمل طبعا انا عشان ما اطولش بس عليكم الفيديو وارجع لكم تاني. شايفين الكرشة بعد ما كلها نظفتها بالشكل حضراتكم شايفينه دي اهو، شايفين بقت معايا فلي أوف. يعني والله ما خدت مني 5 دقائق، ما فيش 5 دقائق، ما فيش 3 دقائق ولا دقيقتين، خدتها كده بايدي بقت معايا فلي. والشبكية دي عملتها كده بصابع ايدي بالشكل دي لحد ما بقت معايا نظيفة وزي الفل. طبعا انا قلت لكم الحاجات اللي من تحت دي ما تشيلوهاش غير بعد ما تنضفوا الكرشة من بره، عشان لو شلتوها من قبل ما تنضفوا الكرشة من بره الكل هيطلع من بره هيشبك في الكرشة من جوه مش هيطلع. يلا كده بينا على الحوض ونشوف هننضفها ازاي وهنشيل الحاجات دي ازاي. يلا بينا. اول حاجة اغسلها الاول كويس من اي حاجة، طبعا ايه احنا نضفناها الحاجات اللي هي من فوق في الكرشة دي، نغسلها كويس عشان ايه ما نشيل القشرة اللي تحت، ربما يكون في اي حاجة فتشبك
الكرشة من تحت. هجيبها زي ما حضراتكم شايفين كديتا. كل الحاجات ده هشيلها في المية. هسيبها كده من البداية زي ما اكون ايه بسلخها صلخ. زي ما حضراتكم شايفين. كل الحاجات دي تطلع من بعد ما تنط في الكرشة من فوق. زي ما حضراتكم شايفين الشكل ده. خدها كده حتة بحتة كل الحاجات دي اطلعها منها. اضيفها كده وارجع لكم تاني.